2 باكيت بسكوت حلو، كوب شوكولاتة دهن، 2 كوب كريمة مخفوقة، كوب كاسترد وشوكولاتة مبروشة أو شوكولات شيب للتزيين. هلأ أنا بس بدي أحكي لهم عندي شوكولاتة دهن هيها، بدي أحط بقاع الصحن بالقاعدة، بدي أحط بس لحسة هيك نتفة. ليش؟ لأنه بصير البسكوت يطلع معنا بسهولة لما بعدين نبردها بدنا نطلعها، بكون البسكوت بيطلع بسهولة وبتشتش ما بيضل إنه يغلبنا. لا وحلو إنه بتغلف البسكوت من فوق ومن تحت الشوكولاتة. هو هذا الهدف. فشايفة كيف لما الشوكولاتة هيك خلص لزق وبيطلع معنا هاي أول طبقة شكل كتير حلو بعدين. أوكي هلا بنبلش هاي الطبقة الأولى اللي هي برضو كمان شوكولاتة الدهن. شايفة لما نحط الشوكولاتة من تحت بتمسك معنا البسكوتات ما بيغلبونا يطلعوا بالمعلقة. أوكي هلا أنا عاملة هون روان بشرح الكفة، عاملة هون بندق عشان هي شوكولاتة الدهن أطعمها على بندق. هذا البندق بعمله اللي بعمله مع سكر محروق مع الكراميل زي الكروكان بس على بندق. اللي بحب كتير بتضيف طعم زاكي، بس هاي شوي بتغلب ومش لازم يكون الأولاد بالمطبخ لأنه بتخوف. فاللي بحب يحط شوي، هي عبارة عن بندق وسكر وشوية مي يعني. بتحط السكر على النار، ممكن من غير مي كمان، بتحط السكر على النار وبتخلي يصير لونه بني، بس يصير لونه بني دغري بتديري عليه البندق وبتقيمي على النار. خلص بنخلطه منيح 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 وبنفرده على ورقه زبده او على اي ورقه المهم ما يلزق، بس يبرد على الاخير لانه بكون سخن بطريقه بتخوف يعني مؤذي، بس يبرد على الاخير اخير بنكسره وبنطحنه بهاي الطريقه اذا عندنا ماكن او على ايدنا بالشوبك. هلا حركنا الكاسترد مع الفريش كريم عشان نخفف من الحلاوه وعشان يعطينا طعم. اوكي الثاني هلا بنحط بسكوت. هاي الطبقه الثانيه هي بتضلك تحطي بسكوت واشياء بسكوت هلا في وحده طبعا جاهزه هلا بطلعها، بس انا عايز اورجيهم كيف نسكر بالكاستر. شوفي روان هلا هاي رح اقيمها، وصلنا لهي المرحله، حطينا شوكولاته الدهن فوقها بسكوت فوقها شوكولاته الدهن فوقها بسكوت فوقها كريمه مخفوقه مع الكاسترد. بتحبوا الكاسترد يكون جاهز بصير، بتحبوا تعملوه انتم بالبيت برضه بصير. هلا شوفي روان هلا اذا انا حطيت فيه سكينه خلص وتشتش البسكوت. هلا رح نقطع قطعه ونشوف كيف عملها. هلا بس احط على الوجه كريمه وشوكليت شيب